واو، دوران وضربة رائعين. ماذا؟ لا يمكنها ضربها هكذا. الجولف لعبة مختلفة تماماً. إنهما يفسدان اللعبة. بونجور ميزامي، ما الذي يجري؟ نحن نلعب الجولف موناليسا. إنه مسلٍ، يلعبونه على سطح الأرض. أوه أجل، لقد سمعت عن الأمر. ألا يفترض أن يكون هناك فخاخ؟ أوه أجل، هذا صحيح، فخاخ رمال. علينا أن نعدها. حسناً، الفخاخ في مكانها. الآن أظن أنه كان دوري أنا. أجل. ضربة جيدة مولي. هذا ليس فخ رمل، ما الذي يفعلونه؟ إذن أنت تضرب الكرة بينما هي أمامك. لا أجد أن هناك تحد. ألا يجب أن يكون هناك رام لكي يدحرجها لك؟ ربما أنت محقة، لقد نسيت أمر الرامي. موناليسا، هل تودين أن تكون الرامية؟ أجل، بالتأكيد. هذا غولف؟ أنتم الثلاثة فقط؟ ألا يفترض أن يكون هناك فرق؟ أو مولي، سيكون هذا مذهلاً. تعرفين؟ أنت محقة، هذا ما كان ينقصنا هنا، الفرق. نريد لاعبين أكثر. تعاليا أنتما، جدا بعض العصي وابدأ باللعب معنا. يضيفون لاعبين؟ ولكن ما الذي يحاولون فعله؟ إنهم يفسدون اللعبة. أضرب إلى هنا مولي، أنا مستعدة. أحسنتما اللعب، لكن ما زلت أظن أن التحدي ليس كافياً. ألا يجب حراسة الحفرة؟ على ذكر الأمر، يوجد منصب يسمى بحارس الحفرة، وأنت مشمش، أظن أنك الخلد المناسب لذلك. ما الذي يفعلونه؟ هذه ليست الجولف، لا أتحمل رؤيتهم يدمرون لعبتي المفضلة بهذا الشكل. لها من لعبة. أحسنتم